استقطاب الناس اللي بعاد على المؤسسات، علاش الامل ما نتوفرش في الدواوي؟ الاغلبيه ديال الناس اللي تيسيفطوا البنات من عقل دراسي راه تيسيفطوا مخوفا عليهم. التلفزيون الوصيه داخل عام في الاختصاص ديالها تخصصها تكون في سميتو في الاتفاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تشجيع التمدرس ومحاربه هذا المدرسي على مستوى اقليم شتوكا اتبها، ارتأينا في المجلس الاقليمي اننا نديروا واحد اجتماع مع مجموعه من الجمعيات والفيدرالات كذلك اللي خدامين في مجال النقل المدرسي. وبهذه المناسبه كنبغي نشكرهم على العمل ديالهم بخصوص الجمعيات اللي كيلعبوا واحد الدور مهم في مجال النقل المدرسي. فالحمد لله الان الاقليم ولا كي تقريبا كيتوفر على واحد الاسطول كبير ديال تقريبا ما يناهز 140 حافله للنقل المدرسي. فاكيد انها حاولت انها تخفيف من الهدر المدرسي وخاصه في صفوف الفتيات. فكما كتعرفوا كذلك ان المجلس الاقليمي كيلعب دور مهم في هذا المجال، وخاصة كذلك في الدعم ديال التسيير ديال هذه الحافلات على مستوى الاقليم. في مستوى ديال الدعم تقريبا ما يفوق واحد 120 مليون سنتيم سنويا ديال هذا الدعم اللي كيوفر المجلس الاقليمي. واكيد اننا ان شاء الله في السنوات المقبله غادي نحاولوا في الرفع من هذا الدعم، باعتبار اننا باعتبار ان التجهيز كذلك ديال الحافلات غادي كيتزادوا. وان شاء الله حنا خدامين في هذا المجال ديال النقل الدراسي مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك مؤسسه الوكاله الوطنيه لتنميه الواحات وشجر الاركان، كذلك الجماعات الجمعيات النقل المدرسي وتتمين ديال هذا العمل اللي دار كذلك في السنوات السابقه. وكنشكر الجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.